when I'm finished. When I'm finished. Wake. Hello. لحظة شوف شايفين ضو الضو. ضو 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 ضو. Yes. Yes. Hello. كيفكم؟ Look at Ella. She looks like a doll. Okay. How are you? Wow, شو حلو. Chat. Chit chat chat. Okay. Let's get ready. Oops. Sorry, I'm جرب to get comfortable. Okay, I'm comfortable. I'm good. I love you. كيفكم؟ أنا I'm doing total lockdown. يا بطلع لتحت. مش هيك أحلى؟ خي كيف بدي أعمل هيك؟ بدنا نشوف بركي إذا بعمل هيك. دقيقة. سوري ما عم بقدر أطلع على حالي هالقد طالعة. لحظة. Let me see now. Oops. Is this better? Let me see. Hello. This is crazy. How do people do? Oh, oh. أنا بحبكم أكثر. Okay, خلونا نشوف. Good. Hello. Try to switch these lights off. Let me see. حطيت لكم شوية makeup. No, the opposite, I think. Try and... No, you're right, before. Ella, before. Okay, so... Is that good? Okay, good. أول شي كيف كان؟ تاني شي رح نعمل أسئلة من الناس اللي بعتوا لي بنهار. Okay, حبلش بهاي. When will you grow your hair longer? I like long hair on you, Joel. Anna, I, مش إنه I like this. Anna, I love this. I love this. هيك أروزن هو الفوق يعني أحلى أحلى. I love this. I love this. ما بعرف إذا رح أرجع طول شعري. لهلا أنا أحب حالي هيك. I love this so much. هذا هون المنظر حاببته كثير. Like this. So, ما بعرف. I don't know. هلأ حاليا ما في plan. سؤال تاني. Hi, Joel. I'm Tunis from Switzerland. Tunisian. Love your style. Thank you. شعرك حلو. أنا حبيت جرأتك وبرافو. بدي أقول لكم شيء. هي منا جرأة لأنه تقلكم ليه تنقول مثلا أنا عملت شعري بينك بس أنا بحب أعمل شعري بينك فده شيء منه جرأة أوكي يلي ما بيقدر يعمل بينك بقول إنه وقف فده شيء جريء تنقول مثلا تعطيكم إكزامبل تاني بس أنا ما عندي مانع أنقل حياتي كلها هلأ بكل سهولة صدقوني وبنقل على بلد تاني بأسس ببلد تاني هذا البيت كله بتركه ما كتير بتعلق أنا بالإشياء جوز الشي بخوفه بتعلق بالعالم خالد I love you متى بدنا نلعب لايف نعمل لايف سوا we will we will we will okay so كان بدي أقلكم أنه ما بتعلق بالإشياء بتعلق بالصور ولادي صوري أنا صغيرة بتعلق مثلا ب سنينهم لأولادي لما فقدوهم بزعل إذا هول الأشياء راحت مني بس ما بزعل إنه مثلا البيت بطل أرجع أشوفه ما عندي كونكشن للأشياء هيك مثلا سيارات I don't mind so حدا تاني بفكر إنه تنقله من بلد لبلد هذا الشيء جريء لأنه ما بتخيلوا حالهم يعملوا هذا الشيء بس حدا هو ما عنده مانع وبيحب بشوف هذا الشيء exciting منه جرأة أنا اللي قالي جرأة إنه حلو مثلا كيف حال من الطيارة أما حدا مثلا يعمل بانجي جامبينج أما حدا يغطس مع الشارك أو مثلا أوكي بالسكي حدا بينزل مثلا بلاك سلوبس هو الأشياء اللي قالي جريئة لأنه هو الأشياء ما بقدر أنا أعملها بس قصة إنه أنا قص شعري او ماي جاد هذا الشيء مش جرأة هذا الشيء انا كثير بحبه على فكره هلا تذكرت مرته لوائل منصور اليوم طلعت لي صورتها
هي شعرها هيك وشفتها بلبنان كانت حالقه هون، قلت لها يا شو حلو، بتمنى انا شي نهار اعمله. وخالد صديقي، خالد لما حلقت شعري قال لي او ماي جاد صار لك 4 سنين بتحكي هذا الموضوع. سو منه الشيء انه انا كل العالم بتفلسفوا يجوا انت ديبرست راميا اي لاف يو، انا سوري مش عم شوفكم كلكم، انا عم جرب اطلع بحالي لانه اضاءه غلط، طلع شكلي غريب عجيب. اجينا بس بعد شوي هيك احسن، يمكن هيك احسن. اوكي سو اللي بدي اقوله انه حسب شو هي الجرأة، كل انسان بيكون جريء بشيء والتاني ما انه جريء فيها، فهيدي مش جرأة. This is my passion. اوكي سؤال، read my comment please. من كمار بيطار بس ما في comment. ما في. I love you so much. I love your hair. Thank you. Love you. Want to do my nose in your clinic, but I don't have much money. هلا نحن يا ريت هون في البنوك بيعطوا لون قرض يعني للعمليات، لانه باوروبا اذا بنفتح كل مجلات بتذكر لايك فوغ وماري كلير واو ذا بيج ماجازينز كان ورا في لونز للعمليات. And I think ان شاء الله بكره لما نفتح من بعد نتخلص من الكورونا فيكوا تدقوا لعنا، دقوا لعنا على الكلينيك، فوتي على كلينيكا جويل اوفيشال وفوتي دقي لنا على رقم دبي. كل الارقام محطوطه على فكره، كل العيادات اللي عنا اياها محطوطين على الانستغرام. دي انا شو عم بعمل؟ زكا. اوكي قلت لكم بعدني مبتدئه بهالشيء. اوكي ام ستيل بيجنر. سو دقي لنا، بعتقد نحن في عنا كونكشن مع بنك بيعطي قرض. وبدي اقول شغله، هيدي فرصه انا احكي عنها، انه نحن اسعارنا كتير 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 عاديه. يعني عمليات اللي عنا مثل اي عمليه عند اي دكتور محترم حاله، اي عياده محترمه حاله. اكيد مش هول اللي تبع تاعي مدام عمل لك عمليه كسر لك من خارج جوا. سو اي عياده محترمه وعندها لايسنس ودكتور عنده لايسنس وحدا عم يشتغل ليجلي، اسعارنا مثل اسعارهم. اوكي سو اوقات انا بعرف انه في يعني مثلا بلبنان، لو انا فتحه بلبنان بكون ربحي اكثر بكثير، لانه هون بس افسلكم شيء ضروري بدي احكي عنه. هون سعر المستشفى غالي، سعر النورسات، يعني انا عندي بعتقد العياده 10 نورسات ما بتصدقوا شو معاشاتهم، عم نحكي عن معاشات كتير كتير عالية. سعر الريسبشنست، سعر الـ كل شيء الستاف يلي هو بيكون عم ينتبه على عيادة. سو لو أنا بلبنان، لأنه المعيشة بلبنان هي أرخص بس العمليات سعره منه كتير رخيص بالنسبة للمعيشة. عم تفهموا شو قصدي؟ سو نحن هون ممكن يكون ربحنا أقل بكتير من ربح عيادة فاتحة بلبنان. شوفوا ألا وهراية شو تقبريني، تعي تعي يا مامي تعي، كم بيبي تعي تقبري قلبي، تعي تعي كم ود ماما، تعي تعي يا حلوة أنت، تعي تقبري قلبي تعي. أوكي أنا I love this live chat، تعرفوا ليه؟ عم بحس حالك أنه أنا عن جد عم بحكيكم، يعني أنا عم بحس هذا الشعور أنه عن جد يعني عن جد عم بحكيكم. هادي ديميت كمال. اوكي اوكي كمال كانت امي بتعرف اهله من سنتين قبل ما انا تعرفت عليه، وكان كمال شاف مره امي، انت بتعرف انا امي كتير حلوه وصغيره، شاف امي مع اهله مره كانوا ضاهرين عم بياخدوا لك عشاء باوتيل، ولما شافها قال ياي انا شو طلع بالي شي نهار اتعرف على وحده مثلها لبنانيه تليانيه، لانه بتعرفوا جوزي، يمكن ما بتعرفوا جوزي خلقان بايطاليا وعاش بايطاليا عمره 13 سنه، فكمان ما بيكتب عربي لانه بايطاليا ما كان في مدارس بيعلموا عربي بلا بلا بلا، فتعلم انه يحكي عربي لما اجوا رجعوا اهله على لبنان. سو كان هو كثير طلع باله انه يتعرف على وحده لبنانيه تليانيه. وبعد سنتين نزلت انا على لبنان، كان عندي شغل
تعرفت على أصدقائه لأنه كنت كتير تحت، ما عندي كتير أصحاب. أنا تركت لبنان أنا عمري 13، هو نزل على لبنان عمري 13 وأنا تركت لبنان عمري 13، سو ما عندي كتير أصحاب. سو تعرفت على أصحابه، أمي قلت ظهري مع أصحاب يعني أولاد أصحابي، خلينا ظهروكي شوي، حاجة قاعدة بالبيت عم بتنقي. سو تعرفت على كمال بحفلة، واجا هو اجا قال لي انا كمال عايش بدبي بعرف امي شو بتشبهي. قلت له ايه بعرف. اول نظره حسيته هيك بلاير، انا اي دونت لايك، بحب الرجال الراكز، بحبه يكون جوزي بيضحك كثير على فكره، ما بتعرفوا انتوا ابدا ابدا ابدا، بس جوزي از ريلي يونيك. يونيك انه لحظه سوري انا عم بحكي انا عن جد، لا ما عم بحكي مع كل شيء مغطى وجهي. سو هيك تعرفت على كمال. anyway سؤالي بشوفك بدبي، قلت له يا شور، كان قصدي اكيد لا. بس اجا خلصت الصيفيه، دق لامي هاي صوفي كيفك، امي عزمته على عشاء وذس از ات، صرنا نظهر على السينما قلت، رحنا نلعب تنس ويا يا ذاتس ات. سؤال 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 جوال، شو عن الطاقة الإيجابية؟ شو بتعني عندك هالطاقة الإيجابية؟ صدقوني لأنه ما بعرف، I don't know، ما بحب الحياة تكون بشعة، ما بحب حدا يكون زعلان، ما بحب حتى إذا البنت اللي عندي بالبيت تكون معصبة مثلا بحكم طريقة غلط، برجع بسيرهم لدرجة بصير أوفر عم سيرهم. هلا واحدة من البنات بتشتغل معي بالبيت عملت لها اليوم ميك اب، هي اثيوبية اسمها حنا، طلعت بتطير العقل. او ماي جاد سوري لحظة اكلت سلاد فيها فستق. سو مش انه عندي طاقة ايجابية، ايه يا عندي طاقة ايجابية، بس انه بتكره ما ببكي، ببكي كتير، يمكن كل اسبوع في بكي لانه في ستريس كثير بالحياه. ما شو بقعد نقلكم، بتكون نقلكم انه مثلا عندي معاشات تقريبا مليون درهم مش عارفه كيف بدي ادفعها، نو بوينت، لانه انا لما اكون على السوشيال ميديا هو هذا الوقت اللي نحن كنا لازم نفرح بعض وندعم بعض ونكون هابي مع بعض. سو مش وقت انا اقعد اشكلكم همي. سو اذا لاحظتوا بعمري بحياتي نيفر 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 طلعت انا عم بشكي عن شيء معين، never and I will never do it. اذا بدي اشكي عن شيء، اذا حدا مثلا مثل وحده كتبت لي ان شاء الله يجيك كانسر، حتى تعرفي قيمه الشعر، اي قيمه الشعر؟ انا لقلي الشعر ما له قيمه، يعني اللي بيخسر شعره بالعكس اذا بشوف انا قد ايه انا مبسوطه هالشيء يشجعه. بعدين في بيروكات هالايام بيطيروا العقل، كل الكارداشيانز كل شعرهم صار لهم 3 سنين ما بتشوفوا انتو شعرهم الحقيقي، هذا مش شعرهم الحقيقي. فوتوا على اي حدا منهم، شي شعره طويل 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 لتحت خصره، شي شعره لهون، شي شعره بينك. انا لما عملت شعري بينك من 5-6 سنين صبغته، لما رجعت هي عملت بينك العالم قالوا يي هذا منه مش صبغه. هيثم عطار كيفك هيثم، اكتشفت شي عادي بالمطبخ رح اقول لك عنه بكره. على فكره هيثم I love you، غيرتوا لي حياتي بهالمطبخ الرائع اللي عملتوا لي اياه انت واحسان، يعني انت بتجنني كيف ما كنت I love you. بس الحمد لله خلص مطبخي قبل هالكورونا، ما فيش كنا عملنا، بس I love my kitchen، احلى مطبخ بالعالم، بانوا لليوم العالم بيحكوني عن مطبخي. So I love you and thank you، ولا غلطة I swear، ولا غلطة ولا غلطة ولا غلطة. And this is from طباع، مطابخ طباع. And هيثم and إحسان كانوا الديزاينرز. And I swear to God، I swear to God، وهو الديزاينر هلا على الخط. نهار واحد زيارة واحدة صممت المطبخ كله، زيارة تانية بس رحت يعني اخترت الخشب والسيرفيس توب، that's it، زيارتين وسفرت ورجعت وركبوا لي. anyway شو كنا عم نحكي؟ كنت عم بقلكن انه ما بدي اجي نقلكن، سو مش قصة انه انا عندي طاقة ايجابية، ما بتشوفوني انتو كل وقت، انا بتشوفوني تعالوا نجمع كل السوشيال ميديا اللي بحط لكم اياه بنهار واحد، يمكن ما بيطلعوا ربع ساعة، ربع ساعة من 24 ساعة، فانتبهوا يا عالم.
انا ما عم كذب عليكم، اللي بفرجيكم اياه هو الحقيقه، بس في اشياء كتير تانية ما بفرجيها لانه ما لها مكان هلا. بس انا اللي سنتين عم صور مثل كاميرا مش ورا الكواليس، بس كاميرا لك بيقولوا لها فلاي اون ذا وول، مثل ترجمه انه دبانه على الحيط. يعني صورت كتير اشياء بيرسونال. اذا بدكم تحضرون هول الحلقات عملوا لي بس هيك، بس ثامز اب، بس عملوا لي ثامز اب. صورت بفرنسا، صورت صار لي سنتين، يعني رجعوا سنتين لورا. الجوز لما يجي لعنا على فرنسا، بلندن انا عم بعمل دي اي واي، انا بقعد بركب على فكره طاولات وتخوت وشبابيك. يا كتير ما كتير بحب اتكل على حدا تاني. سو حتشوفوا اشياء كتير غريبة عجيبة. مرة ورم عيوني، بطل عيوني يفتحوا، عملت شي مش عملية. حتى في عملية بعد ولا مرة حكيتكن عنا كمان مصورتها، وفي سبب لهيدا الشي. سو كلكم بكون تحضروا. I promise you. والله I swear ما فيه ولا جملة مركبة، ما فيه ولا situation مركبة. I swear وحياة الله، I swear إن شاء الله الله يخنقني، ما لازم أصلاً أحلف بالله، بس I swear to you عن جد، بس هي الحقيقة. حتى في meeting بالشغل بتشوفه وجه تاني، أصلاً ما بشبه حالي. أنا عطلة ما أطلع لكم كون عم بضحك عم ببتسم، الوجه لما يكون ما عم بضحك وجه تاني، يعني شكل تاني. فحتى ميتينجز بالشغل حتشوفوا وجه تاني. anyway انا بنطنت من شي لشي. جوال شو بتعملي لعن ايه؟ اوكي مش كل وقت انا طاقة ايجابية، بس انا بحب الحياة تكون حلوة. فكل ما تكون الحياة حلوة بكون عم بشكر الله. سو انا كل يوم الحمد لله الحمد لله الحمد لله، نشكر الله الحمد لله الحمد لله. شفتوا؟ لا شفتوا حتى الكورونا، اكيد انا زعلانة على العالم اللي عم تموت، بس تعرف انه غير عن هيك أنا مبسوطة لأنه الكورونا خلتني أرجع راجع كتير أشياء بشغلي، الطريقة اللي نحن عم نشتغل فيها. تعرفوا أنه أنا بعد ما فضيت ببيتي، يعني شوفوا بدي فاجيكم شيء. لحظة شفتوا هول؟ هول الغراض، هول الغراض بدي صورها، مو العالم بيعطين لي أشياء بدي صورها. I swear to God I swear to God. شفتوا ده الميك اب عملته؟ إلا كم؟ How long does it take me to do my makeup now؟ 20 minutes maximum. هلا هي مش 20 10 دقائق. سو اذا يعني بحب الاشياء الحلوه، اذا عندي دقيقه بس هيك اطلع لبرا، بس اطلع ارجع الورود والشجر هلا هيدا الفيجي بود اللي جبته عم بزرع اشياء نبات وهيك. I love that. سو بجرب انا عالج السيتويشن قد ما فيي تضل الحياه حلوه. سوري انا بحكي كتير، اوكي بس لازم افسركم عن جد شو عم بفكر. الا لاف يو كلهم. الا اي لاف يو. ثانك يو. اه في اشياء اوقات ما بفهمها منكم، سوري بكون يمكن انه لهجه معينه ما عم بفهمها. وير ار يو جوينج؟ ديد يو ريموف ذا ثينج؟ اوكي يو ديد. اوكي اوكي سؤال. اعلمكم كيف تسوي ميك اب. اوكي تعرفوا شو كمان هيدا الشيء انا لازم بلشه، انه اعمل ميك اب توتوريالز. كان من قبل ما عندي وقت، في عالم قاعد بكتبوا لي اكثر شيء. تعرف شو بيقهرني؟ ما بيقهرني ولا شيء. حتى هيدي المره البلا اخلاق اللي كتبت لي انه ان شاء الله يجيكي كانسر تتعافي قيمه الشعر، هي بس عملت لها بلوك، ما بتقهرني. هي والله بصلي لها، اي سوير انا بصلي لها، ما في ارجع ادعي عليها. اذا بدي عليا يعني انا بتعامل مع الشيطان، لانه الله ما بيرضى الشيء المش منيح لحدا. سو ما برجع بدعي رد له الدعوه، اما ادعي على حدا. سو اي دونت ديل مع الشيطان. اوكي سو هيك علم صلي لهم. مثلا وحده كتبت لي ما في مره ما بعرف شو عملت، ما بعرف، صار يكتبوا لي ان شاء الله يجيك كورونا. كمان بصلي لهم، بصلي لهم. تعرف شو ليه؟ بخاف على اولادهم، بقول اذا هن نفسيتهم هيك كيف بدهم يتحملوا ولد عم بيبكي، ولد عم بنق. تعرفوا نيثان يقبرني بيعذب، يعني مش كتير بس هلا دراسه عم بيطلعوا وعم بيعذب. بصير بيبكي لبلا سبب ومقهور،
بده حدا يكون عن جد باله طويل. فأنا بقول هول العالم نفسيتها بشعة، مش بصير خايفة على أولادهم، خايفة على أولادهم إن كانوا ببيات أو أولادهم بعمر أقل. أنا شو بتحكي مع بنتها هاي إذا مثلا بنتها شو بعرفني نهار منهم كانت تعبانة. anyway فهمتوني يمكن. بس اللي بيقهرني بس كلمة واحدة لما يكتبون علي أنت شو عبالك، أما أنت شو عندك أصلا تعملي. oh my god ثلاث شركات يا عالم، ثلاثة، في رجال، رجال طويل عريض، طويل عريض، شركة، إذا كان عنده شركة بيكون ما بيتحاكى، ثلاث شركات بلس سوشيال ميديا هيدا اللي أنتوا الليل نهار أنا أفكر فيكم. بتمنى يكون عندي وقت أكتر for makeup tutorials ولحفضي حالي أكتر. I keep on saying this. اليوم على القليلة تعرفوا شو، ما كنت أعرف أعمل editing لفيديوز، فهلأ تعلمت أعمل editing للطبخ. So رح بلش أعمل makeup tutorial وأعمل له edit ونزلكم إياه. But this is why ما كنت عم بعمله من قبل، ما بعرف. I don't know how to do edit. I love you all. Okay هلأ شكرا لأنك رديتي من ميرال. Oh my god are you sure بيشا. اوكي انا صراحة بحلق كنت وجهي لسنين. فرجيكم هلا يمكن بعد طالع الشعر انه عملت جلسة واحدة ليزر. ايه حنة عم تشوفه كتار كمان هون وهون. اوكي anyway انا من عمري 12 سنة بتذكر، ما رح انساها بحياتي، بتبعني عايشة بلبنان. قد ما كنت معقدة من الشعر، انا مشعرانية كتير. اوكي امي خلتني احلق شعرات اجرية، لكن لشو؟ للركبة. يعني صار منظري انه انا لابسة فيزو من الركبة مطلوع. انا حتى كان عندي شعر فوق باجريه من فوق، مش بس اجريه من تحت. سو على عمر ال14 خلص قلت نو واي، مبروع على البيسين، ما بسبح، ما بعمل شيء الا اذا حلقت كل، خلتني احلق كل اجريه. سو على 14 راحت جابت لي امي وحده تعمل سكر، عملت لي اجر وبكي وصريخ وعيط، وانا بشرتي كثير حساسه صار ينزل دم. ستوب امي قالت لي عم بغشى من البكي، يعني مش انه مش مزحه. سو قالت لي اوكي خلص روح اعملي شفره، وخلص صارت الشفره. شو بدي اقول لكم حبيبه قلبي، شفره ايدي، شفره تحت باطي، شفره اجري كلهم. طلعت هيك قلت عاجبيني انا كثير قصير، خليني اجرب شفره. شفره 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 طلع عرضت فيها جبينه. قمت ما كان عندي شعر بوجهي، لما حبلت بابني طلع لي شعر بوجهي، مش كله، طلع لي شعر ما بتذكر بس عدقني. رحت لعند وحده قالت بتعمل الكتروليسيس، ما كنت فاهمه شو يعني الكتروليسيس. الكتروليسيس يعني عم بحكيه من زمان، من 18 سنه. اوكي ما كانوا لازم مثل اليوم. سو قالت لي طب اوكي بتعرفي شو انت هلا حبلي ما في اعمل لك شيء، بلشي احلقي وجهك تتمكي للشعر، ولما تولدي بتجي لعندي بعمل لك انا الكتروليسيس. انا ولدت ما كنت فاضي ابدا لهالاشياء، كنت برضيع، ما عندي حدا يساعدني بنيثا ببيلي. سو نطرت سنتين ونص، رحت بعد سنتين ونص تو نو واي، كان وجع مميت وجع مهم. سو anyway اخر شيء تقلكم الحقيقه، هلا من نوفمبر اوكي شغله ثانيه بدي اقولها، انه كل ما انا اعترف بشيء بستحي فيه بحالي، كل ما هالشيء ما بقى بستحي فيه. سو وات، ما كل النسوان بيقطعوا، مش كلهم، 90% عندهم شوربة. هلا اللي بتشتغل عندي حلقت لها هون شوربة، قلت لها هذا شو تركتهم كيف بتقيمهم؟ قال ما بقيمهم. قلت تعي يا عمي شو رجال، تعي قيمهم، يلا حلقت لها اياهم. سو ذاتس ات. سو كنت احلق وعملت جلسه ليزر وخفوا كثير من جلسه واحده. ما عم بشجعكم على انكم تعملوا تحلقوا وجهكم، بس في كثير طرق.
انا ما بينفع معي السكر لانه بشرتي بتحبحب، ما نافع معي الخيط نو واي، طلع مثلك نقط 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 نقط. سو كانت الشفره لإلي بيرفكت، لكن الليزر اليوم صار بعقد وعنا ماشين مش حلوه وحيات الله. اي سوير برجع بقول لكم بحلف بالله تتصدقوني، عملت جلسه وحده لتحت هون اند ما في لكم قديش خف الشعر. في عندي بس هون وحده وهون اثنين هول بس هيك سبايكي، والباقي ما بحس فيهم، لدرجه انه نسيت اصلا انه عندي شعر من جلسه وحده، لانه صار سنين عم بحلق عشان هيك. anyway لا انا اذا كل سؤال بدي اخذ نص ساعه ممكن تقعدوا معي للصبح احكي بحبك سري. ما عندي سري، I don't have سري. ليش هديل المفازة؟ ما فهمش يعني. اوكي جوال مسوية تاتو. عندي 11 تاتو بحبهم كتير. اوكي شوفي عندي هاي الحب، لانه بلا الحب ما في حياة. شو هي اصلا حياة بلا حب؟ الحب مش يعني غرام وانتقام وجوز وحبيبه ويعمره ويعيونه، حب يعني الحب حب للحياة. يعني أنا بطلع من الصبح أقول يا الله شو بحبك، بتشكرك على أني أنا وعيت من النوم، كان فيه موت أنا ونامة. حب لجوزي لولادي لأمي بي خيي ولاد خالاتي أصحابي السجر العصافير كلابي لبسين تبع ابني أنتو، أنا بحبكم. I love you so much. I love you so much. أنا لو ما بحبكم بحس حالي إنه أنا بحبكم أصلاً. I don't share معكم هول القصص الخاصة بحياتي، so أنا بعاملكم كأنه أنتوا جيراني وأصحابي. أنا ما بعرفكم مش شايفتكم، بس I love you all. بس أنا لما أشوفكم بالمولات شوف وشكم قدي مبسوط إنه شفتوني، وأنا بنبسط قد بسطكم. مش إنه أنا بحب ناس تيجي تسلم علي. أنا على فكرة أنا ما رح تصدقوا هالشي، رح جرب أفسره بكل بساطة. انا بستحي ما كتير، انتو ما عم شوفكم هلا عشان هيك انا عم بحكي مع حالي، بس انا بستحي. سو حتى بالتي في ييك بتطلع تي في، شو يعني تي في؟ انا ما بشوف غير 4-5 اشخاص قدامي، ولما عم بحكي عم بحكي على الكاميرا للكاميرا، ما بشوف مين في ورا الكاميرا. شهاب اي لاف يو، شهابو كيفك؟ شهابو ماي دي او بي اخر فتره. سو وعمار حياتي كيفك، وجورجي كيفك، واي حدا نسيته. بيكون عندي شخص واحد معود اطلع عليه ورا الكاميرا، وهالشخص بضله معي على سنين. سو انا بطبيعتي بستحي، فما بحب روح على اعراس، ما بحب روح على ايفنتات. سو عندي 11 تاتو. الحب هيدا اسم اولادي بيلي بالعربي، بيلي لوك الا صوفيا نيثان مارك. هيدا بي ماي هارت اند سول، يعني كونوا قلبي وروحي، بس بي يعني بيلي وإلا. هلا بدي اعمل له تاتو لنيثان. في عندي كثير تاتويات. اوكي في عندي هيدي ضد العين، عندي 3 عيون. اوكي اي لاف يو اول. يلا شو انا اكثر شخص احبه؟ انت متكبرين، انت ما تتكبرين. ما بتكبر، بتعرفوا لأنه ما في حدا أحسن من حدا بالدنيا كلها. I don't care. شوفوا الكورونا ما بتفرق بين حدا. هلأ الـ Prime Minister تبع الـ UK عنده كورونا، برنس ألبرت تبع موناكو عنده كورونا، برنس تشارلز عنده كورونا. ما حدا أحسن من حدا. We are all the same. بس الأحسن من التاني يكون أخلاقه أحسن. That's it. اللي بيحترم الآخرين. That's it. هذا لقلي. حتى المعتر اللي بيكون على الطرقات، يعني هول الـ homeless، هولي كانوا بيبيات. تعرف كيف فكر أنا؟ قولي حرام هيدا كان مرة بيبي، كانت أمه تردعه وتبوسه تغنجه وتخاف عليه تركض وراه. شو صار بحياتهم هالقد سيء تا صاروا على الطرقات قاعدين بالشارع نايمين على الطريق وسخين، ممكن بشخوا تحتهم بيكلوا من زبالة؟ شو صار معهم؟ يعني أكتريتهم نحن بنعرف إنه الدراجز، أما يمكن السكر، يمكن عملوا اشياء من ورا الدراجز تا اهلهم تبروا منهم. بس حتى هول نحن مش احسن منهم، يعني حرام هدول يمكن صار معهم غلطوا اغلاط بالحياه، بس نحن مش احسن منهم. انا مش احسن من حدا، فهيدي الشيء انا على طول
بحطه براسي وهيك بربي ولادي. وعلى فكرة أنا هيك تربيت ببيتي، يعني بتذكر لليوم كانوا يحكوا عن ستة إنه ستة لما يفوت حدا على البيت شر يكون ولد عمره ست سنين بتوقف تتسلم عليه. سو أنا صغيرة كنت مثل ألا ضلني فنجر عيوني وقاعد بحب كده أقعد حد أمي بتسمع، فكتير إشياء كانت تعلق براسي. سو وعشان هيك أنا صراحة بدي لكم شيء رح تنصدموا، أنا مبسوطة أصلاً إنه بنتي بالبيت. أنا بتمنى لأعملها تدرس من البيت، لأنه أنا ماني ضد الدراسة، بس أنا ضد الدراسة بالبيت، أنا ضد الهومورك. لأنه لما يجي الولد على البيت لازم يجي يرتاح، يحضر شوية تي في، يعمل رياضة، كل يوم يعمل أكتيفيتي، يلعب موسيقى، يزهق، يتعلم كيف يزهق ويسلي حاله، يلعب مع خيه، أخته، جيران، يتعلم من أهله، يسمع أهله. أنا كتير ضد الهومورك. أنا هيدي السنة أول السنة قلت له للهيد ماستر تبع مدرسة بنتي، قلت له بنتي ما بديها تعمل هومورك، I'm sorry. فكروا فيها، بروح على مدرسة الساعة 8 بيرجعوا الساعة 3. طب إذا أنتوا رحتوا على الشغل هالساعات تجوا هالكنين كمان بعضهم درسون؟ I'm sorry no. وأنا ببالي إنه مش الأشطر شيء بالمدرسة يعني بيكونوا بيطلعوا سكسسفول بالأخير، فيهم بيكونوا عندهم ماسترز ما بيعملوا شيء بحياتهم. سو مش قصة إنه أنا ولا كنت ذكية وبعرف أحفظ إنه أنا كنت روعة. بفهم إنه في كتير ولاد يمكن يكونوا عم بيحضروني، أنا ماني ضد الدراسة، أنا ضد البريشر على الولد إنه يرجع على البيت من بعد كل نهار عم بيدرس ويقعد يدرس. That's it. شو اللي جبنا لهذا الموضوع؟ ما بعرف. anyway. يا ريت تعملي لنا لايف مع كمان. أنتوا عن جد ما تعرفوا لجوزي أبدا. بجرب. أوه تعملي تشيز كيك مع ألا وتعملي لايف. أمك وهل بتشوف فيها هي الأيام؟ أو ماي جود. تعرفوا شو يعني أنا أمي؟ أنتوا ما بتفهموا أنتوا شو يعني أنا أمي. أنا أمي هي ربة هذا المنزل، يعني أنا أمي منا عايشة هون، بس منا عايشة معي، عايشة بعيدة شوي عني، عايشة حد دبي مول. بس أنا أمي كلمتها شفتوا كلمة ونص ما بتصير، يعني كلمتها كلمة، مع أنه أمي انتبهها أكبر مني بس ب16 سنة، يعني منا كتير أكبر مني 17 years تقريبا، بس ما بتصير كلمتها اثنين. مش لأنه بلا بخاف منها، مش بخاف منها مش رح تضربني، بس أنه بخاف زعلها، ما بديها تزعل بحياتها، سو بديها تزعل مني، ما بديها شنهار تقول لك شو ربيت هي، ولا بحياتي أنا سمعتها أصلا، هي أصلا ولا مرة معقبتني. anyway. بس كل شيء أنا وصلت له اليوم هو من وراء أمي وبيي وستة وخالتي، لأنه نحنا كتير عائلة قراب لبعض. أنا حتى خليتي ربيت أنا وصغيرة إذا ما عملت شي غلط كله بيهجم، كله بيتدخل، ما في إنه أنت أختي سكتي ما خصتك، لا. يعني أنا مش إنه أمي اللي بتبهدل أول وحدة، كانوا خليتي، بس أنا أمي يمكن لكم شي عنا، أمي هي مثل فادر كريسمس. أنا هلا هالسنة اللي عرفت كل سنة بيكتشف شيء على كريسمس، بتوزع على كل الموظفين الصالون كادويات. ما كنت أعرف هذا الشيء، أنا بالصدفة حدا كان عم بيقول شيء حدي. إذا على عيد ميلادها بيجوا أصحابها لعندها، تعطي كل واحد سحب، تجيب جات وتحط فيه أرقام، كله بيسحب رقم وكل رقم له الكادو، بتوزع كادويات على كل أصحابها اللي بيجوا لعندها، بتجوا بتعمل على مثل سحب لثلاث كادويات كتير كبيرة. شو عملوا كادويات يعني عوانات ديزاينر، بتهديهم جزادين كلاتش. anyway. so أمي قصة تانية، ما بعتقد بتكرر إنسان مثلها. she's beautiful كمان، بتطير العقل ونحبها كتير. oh my god. هلأ أمي اللي اخذ له عقله هو نايثن. oh my god. ابني نايثن، يعني شو بدي قلكن، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم بدق على البيت، شو أكل، أي ساعة نام. اليوم بس عم بعت له فيديو سوسي I love you،
عم بعت لها فيديو لانه انا عم نايم نايتن ساعتين عم نايمه اليوم بعد الظهر، تبعت لي ليه هلا بعدك عم تنايميه؟ ما هلا الساعه 9 ونص بطل بيرجع بينام، ما بقى تغيري له السكجول تبعه، ريت في سمعكم. سو ما فكركم مجاوبها ما مجاوبها؟ I love you mom so much. You are everything. بقصة شعري ولادي يعني حبوها. ولادي بشوفوني انا امهم يعني I'm their mom. انا بينظروا لي بطريقة تانية. انا لو امي شو بتعمل بشعرها؟ تقرع شعرها، تطول شعرها، تعمله اسود اشقر، هذه امي بالنهاية. يعني بتذكر الواحد لما يفكر بأمه بفكر بريحتها بصوتها بتطلعتها بابتسامتها، شو بهمه شعرها؟ أما إذا لبست كعب أما لبست زحف أما كله عم بيطلب لايف مع كمال. ناوية تجي على فلسطين إن شاء الله يا رب إن شاء الله. How can I be like you? I don't know. الحقوني. أحسن دايت جربتي؟ أحسن دايت أنا جربته هو صراحة مع النيوتريشنست بلبنان. لحط لكم هلأ الأكاونت، ما إذا في حط لكم أكاونت أنا عم بحكي. اسمه أنجي كسابي، A-N-G-I-E كسابي. جوزة هو مستر لبنان. جوزة مستر لبنان. عم بضحك لانه هديك السنه كنا انا وحماتي بالداون تاون، فكان في هيك بوستر كبير عم بقولها معقول هذا شو حلو هذا الشاب، شو حلو قصه شعره. قلت له حياتي تعا 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 بدي صور لك، بليز بليز قص شعرك مثله. طلع جوزه لانجي. قال لي صديقي كان خالد معنا. قال لي خالد لحظه انا بعدني ما عم بطلع وليه احسن دايت سوري، بعدني انا بتعرفوا شو بعدني قاعده عم بحكي. اي 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 اوكي انا على الوحده رح اوقف، فلازم اسرع بالاجوبه تبعيتي. سو كنت انا وحماتي عم نطلع هيك، قلت له واو شو حلوه هالصوره. طلعنا انا وياها ببعض، قلت له ايه. قلت له كمان بليز حيتقص شعرك مثله، فاخذ برافو فادي، ثانك يو فادي، حط لكم الانستغرام تبع انجي. فصورت انا قصة الشعر، قلت له بليز حتي روح قص شعرك هيك. سو كان صديقنا كمان صديقي خالد معنا، قال لي خالد هذا لبناني ده مستر لبنان. قلت له روح يا عمي. اي مستر لبنان هيدا اجنبي مبين عليه. قال لي والله اي سوري مستر لبنان. اخر شيء تعرفت على مرته بتطير العقل، انجي اي لاف يو يور اميزنج. انا على فكره بقعدتي بلبنان مع نيثن تعرفت على كثير عالم بتطيروا العقل، اند صار عندي very special bond معهم. في كتير منهم أنا I support them بس ما بعرفهم شخصيا، مش شايفتهم بعيوني، بس I love you all so much. وأكتر شي بحب أنه نحنا السوشيال ميديا قربتنا كلنا لبعض، يعني صرنا كلنا أصحاب حتى لو ما بنعرف بعض. يعني بنعرف العالم بتونس بالمغرب بمصر سوريا بلبنان بالسعودية قطر كويت، صرنا كلنا we know about each other. It's so good. وعم نجتمع مع بعض بالإشياء اللي هي عم تجمعنا بالحياة. So this is so nice. So yes أحلى دايت هو مع أنجي. Amazing. ضعفت 7 كيلو. هلأ وقفت الدايت مرة الكورونا، نصحاني 3 كيلو نحجن. Not really بس إنه إذا اشتصى فيه بعدني هالثلاثة كيلو. يا مامي يا مامي يا مامي يا مامي ما في ميو يعني. يلا بليز سؤال بعد، عنا 20 minutes and then بدي ودعكم. بحبك جوال من نور علي، I love you more. هل زرت الجزائر؟ Of course. How old are you؟44. اوكي ليه ما تبيني وجهه لنيثن؟ لانه ما بيخلوني. It's not legal بلبنان انه اذا حدا بتمنى ولد، مع انه انا بتمنى فرجيكم وجهه لانه بدي اياكم تعرفوا انا نعمة اللي الله عطاني اياها. انا بدي اقول لكم شيء، انا ابني حرام اليوم ساعتين ما قدرت انا نيمه، كل شوي بوسه، اعصر له ايديه، اعصر له اجري،
الله يخلي لي يا رب. ما في لكم انا قد ايه بتشكر ربي افري داي كل الوقت. بعدين هلا ماني مصدق اصلا انه الله اعطاني نيثن. انا من انا وصغيره بتمنى كنت وبحلم انه اتبنى. باخر 4 سنين انا وولادي صرنا خلص صرنا قررنا انه يلا وي جونا دو ات. وما كنت عم بعرف كيف لدرجه انه حتى طلبت لما كنت عم بسال عن لبنان استفسر من لبنان كان بدي من لبنان بدي من الاردن بدي من سوريا بدي من البلاد العربيه كاول تشويس. قد ايه احنا عندنا اولاد يعني متروكين. سو انا قلت بدي من البلاد العربيه. I swear to God I swear to God انه اخر فتره صرت اطلب من الاثيوبيات اللي عندي شوفوا لي باثيوبيا تتبنى لانه حسيت انه it's impossible. سو لما الله بعت لي نيثان او ماي جاد ما في لكم لليوم انا كانه ماني مصدقه وبقول يمكن لانه تعذبت لجيب نيثان. انا لما حبلت كثير بسرعه ببالي وقلع. سو ما تعذبت ليجوا اولادي. فلما بعتت لما الانسان يتعذب كثير ليحصل على شيء كتير بده إياه يمكن بيعرف قيمته أكتر بتشكر ربه على هالشي أكتر أكتر أكتر. نيثن إيه نيثن من لبنان وما في إلكن. فأنا بتمنى لو فرجيكم إياه وبتمنى لو أي حدا منكم بده يفكر إنه بتبني بليز تبنوا. بعرف إنه صعب كتير بس جربوا قتلوا حالكم لتتبنوا لأنه لما تتبنوا بتستوعبوا إنه بعد في لوف في حب ما اكتشفتوا. اوكي في بعطيكم اكزامبل كثير سريع. شفتوا كيف مثلا لما الانسان ينضج اول شيء بيكون بحب امه وبيه صح؟ ما بيكون بحب اخواته قد امه وبيه. في حب للام وفي حب للبي وقد بيكون معلقين الاولاد باهليهم. لما الانسان ينضج بصير في شاب. اما البنت بصير بدها شاب والشاب بده بنت. كيف بصير في القلب بدق وصير واحد بيعرق وإجري بيصيروا بيرشفوا ويا أمي وقلبه ومدري شو. هذا حب تاني غير مع الأم والبي. لما يجوا الأولاد المرأة تخلف أما حتى الرجال ما بيحبل صح؟ بس ليه بيحب أولاده؟ ليه بيحب أولاد الجيران أو بيحب أولاد أخته أم أولاد خيه قد أولاده؟ سبحان الله. ففكروا فيها حتى لما الرجال هو ما بيخلف ليه بيحب ابنه؟ لانه في دوكيومنتري روح حضروه على نتفليكس اسمه بيبيز. بتفسر شيء من العلماء مش انه هيك تفسير يعني من العلماء بيقولوا انه parenting is a choice. يعني لما الانسان هو يصير ام اما بي هذا choice. عملوا سكان للراس لما المرأة بتولد في شيء اثنين هون ورا بالدماغ بيكبروا عند المرأة أكتر من الرجال بكتير. وبيقولوا لما هول يكبروا هول مسؤولين عن الخوف. بيصير في جوات المرأة أكتر خوف. عملوا عن كل الرجال كل البيات هذا ما بيكبروا عندهم قد المرأة. فشوف شو شافوا أنه قالوا بركي هيدا الشيء جسم المرأة الهرمونات. وشو عملوا؟ راحوا جابوا بيان. بتعرفوا بيوروب في رجال ورجال ممكن يتجوزوا وبيجيبوا ولد من سرقت مام. راحوا أخدوا بيان مثل شو اسمه هيدا يا الله في two actors في two singers في يه ولو لحظة خليكم معي دقيقة. إلتون جون. ما إلتون جون هو وجوزه عندهم صار 3 أولاد بعتقد. والتاني ريكي مارتن كمان هو وجوزه صار عندهم كذا ولد. شو عملوا؟ عملوا سكان للرجال اللي ما في مرة. ريكي مارتن exactly اللي ما في مرة. تعرف شو شافوا؟ الرجال بيكون هو الأم يعني هو اللي عم بينتبه على الولد. سبحان الله كبروا هولي ورا هالقد. يعني سبحانك يا الله سبحان الله كيف الإنسان بيحب طفل لو هو ما خلفه من بطنه. سو اللي بدي أقولكم إياه أنا كتب لي save it please you save it please you save it please
You cannot stop me from talking. This is my account. Woohoo! Wee-hee! Thank God for Instagram. I love your Instagram. Okay, بدي احكي من هلا لبكره عن الموضوع. Okay, so. سبحان الله سبحان الله انه الله عمل هالشيء مش نحن اكيد لانه نحن اكتشفنا هالشيء نحن بعدنا هبل قدام جسمنا كيف نتنفس وكيف الدم بيمشي بدم بجسمنا وكيف كل شيء الاكل بيقلب للسكر وكل شيء كيف متوازن سبحان الله بعدنا نحن كلنا هبل قدام سبحانه الله سو لما عملوا سكان لراس الرجال لما ما يكون في عنده مره لقوا انه هون ورا نفس هيدول اللي هن ريسبونسبل انه الواحد يخاف كبروا عند الرجال شو يعني يعني الرجال بالعاده لما تكون مرته موجوده بيكون متكل عليها ليه لما ينام حدك بالليل ما بيوعى اذا البيبي صرخ هو متكل على مرته لو انا في اتكل على جوزي 100% مع ابني بضلني غفيانه بسمع ان ابني عم بيصرخ وعم بيبكي وبضلني غفيانه فعشان هيك هول ما بيفتحوا عند الرجال لما تكون في مرته سو اللي بدي اقوله بالنهايه الله بحبني كثير والله بحبكم اكيد كلكم انتم كثير وانا ابني نيثان وانا وبيلي اكيد هديه من الله واذا بدكم تتبنوا بليز روحوا تبنوا اعطوه ولد حياه احلى حياه ممكن انتم تعطوها مستقبل حلو بوسوهم وغنجوهم ولعبوهم وشو بدي قلكم وانتو انا اللي كسبته من نيثان اكتر بكتير من انا شايته لنيثان انا نيثان عطاني جوات قلبي فرح ما في اوصفه I cannot بس بقله لربي thank you so much بضلني بتطلع فيه طبعا انا بنيمه كل يوم انا بنيمه 3 مرات every day انا بنيمه ممنوع حدا ينيمه ممنوع حدا يعطيه ببروني انا بدي نيمه انا هيدي الوقت معه انا لحالي يا بنيمه هون بقوتي يا اليوم كنت عم جرب نيمه بقودة قلب ما غفي معي so it was a bad idea يا اما بقودته anyway حكيت كتير عن الموضوع بس I don't care لانه هذا احلى موضوع انا بالنسبة لي ابني وتبني بالدين غلط بس انا في احكي عن هذا الشيء شوي معلش انا يمكن لانه انا تبنيت فصار في كتير حكي حوالي هذا الموضوع قدامي اوكي وبس انا في لكم شيء انا اللي فهمته من رجال الدين انه التبني حرام تقلكم ليه اول شيء الدين طلع من اكثر من 1000 وشي سنة صح لما طلع ما كان الطب متطور مثل اليوم يعني ما كان في شيء اسمه دي ان اي تيست ما كان فينا نحن نعرف اذا انا وانا ما بعرف امي مين امي اما مين بيي مين خيي بس اليوم الطب فيه خلينا نعرف هذا الشيء انا اللي فهموني ليش ضد الدين لانه بخافوا اذا انا مره رحت حطيت بالطريق صبي وبعد سنه رحت وين حطيت بنت بعد 30 سنة شافوا بعض وتجوزوا بعض هيك بكون اخت وخي عم يتجوزوا بعض صح بس اذا نحن فينا نتجنب بس كرمال هالشغلة هاي انه نحن نقول انه حرام ونلاقي حل انه الولد اللي بدنا نتبناه لازم هو يعرف ولما يعرف قبل ما يتجوز بده يعمل دي ان اي تيست سو هيدي هي بس انا بدي اقلكم شيء وانتو فكروا فيها كل الاديان هي مبنيه عن حب صح حب وعطاء وفورجيفنس انه نحن تسامح وننتبه للاسره تبعيتنا سو كيف فينا نحن نقول طفل ما ذنبه شيء ما ذنبه شيء شو خصته انا ابني اذا امه ما بعرف شو الظروف تبعها حتى امه بصلي لها بتعرفوا بيشفق عليها هيدي المره بتعيش كل حياتها ما بتعرف وين ابنها ما شو صار فيه سو حتى هي امه انا بشفق عليها بتطلع فيه لابني لو تقبرني شي نهار يمكن ينبش عليها بس مش قبل ما يصير عمره ابن 18 سنه واذا هو حب ينبش عليها بعدنا اليوم وحياة الله وحياة ولادي الثلاثة اليوم أنا وابني الكبير عم نحكي هذا الموضوع وقلب بعتقد عم نقول إنه
بدنا لما يكبر نيثن إذا بدهم نتعرف على أمه. المهم سو أنا بدي أقلكم هالشي، سؤال اسألوا حالكم هالشي. أنا ما في آمن I'm sorry وهذا أنا رأيي، فيكم ما تحبوني فيكم تعملوا لي unfollow. أنا ما في أنا آمن بدين يترك ولد innocent، عشان innocent يعني بعد ما تعلم يحكي ولا يمشي، اتركه أنا ببيت بميتم إيه، لأنه يمكن بكرة يكبر يتجوز أخته، أما يمكن يشوفني أنا والله مني لابسة كل التياب وأنا بليز ما بعتقد الأديان هي هيك. مثل ما قلت لكم الأديان كلها مبنية عن حب وعطاء. سو أنا بقول إنه من زمان ما كان في شيء اسمه DNA، اليوم صار فيه DNA. لازم يمكن حدا عم يطلب استغفر الله، أكيد استغفر الله إنه نترك ولد بالشارع ونترك ولد ببيت الأيتام، أكيد أكيد استغفر الله أكيد. أنا هيدا ابني الله بعت لي، لو الله ما بده هيك ما كان الله بعت لي. وبشكر الله، بشكر الله على تفكيري، بشكر الله على جوزي اللي طاير عقله بابني، بشكر الله على ولادي اللي طاير عقلهم بابني، بشكر الله على عائلتي كلها اللي طاير عقلهم بابني، وبشكر الله على انه يمكن انا بقول بتعرف انا بسال حالي انا ليش صرت فيمس. انا كان كل حياتي بتعرف شو بدي بس فرجي انا قديش شاطره بالميك اب، كيف هلا اليوم صار في سوشيال ميديا تقعد تطلع تعمل تيك توك، انا هيك كان بدي فرجي العالم انا كيف بقدر اعمل بيفور ان افتر ذاتس ات. بس انا ما بحب اكون فيمس، انا مش هذا الشيء انا كثير بحبه، لانه بحب اكون فيمس كنت كل ما فتحتوا مجله لقيتوني بسهره بظهره، لقيتوني معبطه هالمشاهير واصحابي وكل الوقت يلا اتس نوت لايك ذات. حتى السوشيال ميديا اتس ا جوب. بس اللي بدي اقوله انا اوقات بقول يمكن انا I became famous وناس بتحبني وبتحترمني مثل ما انا بحترمكم وبحبكم، لانه يمكن كرمال هالولاد تنقدر نحن سوا يجي نهار يا رب نغير الطريقه تبع التبني، تكون اكثر ستريت فورورد، تكون اكثر مسموحه للعالم اللي هن بدهم يتبنوا، تنحمي هالاطفال، نحمي الاطفال تروحوا على أحلى عيال. أوكي فيمكن أنا هيدا الشيء اللي أنا بدي أشتغل عليه بالمستقبل إن شاء الله يا رب. وأكيد ما في أنا بليكم ما في أعمل شيء، أنا ما عندي باور بليكم، أنتوا بتعرفوا هيدا الشيء وأنا بعرف كتير هيدا الشيء، عشان أنا بحبكم كتير. حدا كتب يا ريت بقدر هولي بس أقدر أقريهم، حدا أقول استغفر الله أتوب ما بعرف شو بس سوري. طالع بشع اليوم، thank you so much it's okay. فيكم تقولوا شو ما بدكم، أنا أصلا بشع، مين أكون أنا أصلا حلوة؟ فيش مرة أنا قلت عن حالي حلوة. What is the job of Kamal؟ كمال بيشتغل معي، كان جوزي بيشتغل بالhospitality لكن هلأ كمال صار له 10 سنين بيشتغل معي. يلا تعالوا ناخد سؤال تاني. anyway so I love you all. شفتوا مش كل شفتوا شو الأشياء بتنرفزني الناس الجاهلة. Oh my god شو بشوف شو في للأسف ناس جاهلة. To tell Nathan that he's adopted. تعرفوا شو تعرفوا أبل تليفونات الأبل واللابتوب الأبل ستيف جوبز هيدا لنرجع بدي كفي أنا. هل يا ترى رح تقولي لنيثن إن هو adopted؟ أكيد أنا already عم بكتب له قصة لنيثن وإن شاء الله بدي أعمل له illustration ونزلها بيعه والمصاري 100% تروح ل نساعد الاطفال اللي ما عندهم اهل. ستيف جوبز اللي هو من اعظم العالم اعظم الرجال بالعالم هو كان ادوبتد، هو ولد سوري. اوكي هدي شيء سخيف يمكن بس سوبرمان، انا ابن سوبرمان، انا يقبرني هو سوبرمان، قوته يقبرني هو سوبرمان. سوبرمان القصة هو عن صبي adopted، لانه اذا حاضرينه انتو للموفي وانا حضرته من انا وصغيرة، هو بكونوا اهله عم يسوقوا السيارة بيك اب وبيوصلوا بيكون في بيبي بقلب باسكت بيكون هو سوبرمان. سو انا بدي فرجي لابني انه في كتير عالم هن
ناس تبنوهم، ومن أذكى العالم، من أقوى العالم، من أشطر العالم، وإنه هو هديتي أنا وعائلتي، وهو الهدية لإلنا، مش نحن عملنا له شيء مهم، وإنه نحن صلينا سنين تأجينا هو. سو هو الملاك جاب لنا إياه، هو الله بعت لنا إياه. سو ماني خايفة إنه يتعقد ابني. سو في كتير عالم أهلهم متبنينهم وما عندهم عقد نفسي، وفي عالم عايشين مع أهلهم وأهلهم عاملين لهم عقد نفسية. روحي مهبولة، فوت لجوا، أنت مش طالع منك شيء، أنت مش طالع منك شيء، طلع من وجهي. قديه بنسمعهم هول القصص، صح يا ملا؟ anyway أنت أحلى مرة بالعالم. thank you I love you. أوكي شفتوا، مش الحيط منا على طول حلوة، في أوقات الواحد بيعصب، بس تعرفوا شو، هلأ بوقف بروح بقعد مع جوزي الحيط ترجع تمام. they are jealous of you حياتي it's okay I don't mind والله. صدقوني بعصب لما يكون حدا يعني عقله هبل. يس هون حدا عم بيقول انه بدي انا اكل اكل اورجانيك بس غالي. يس للاسف الاكل الاورجانيك غالي. بس بقلكم انه انا كمان كنت عم بقول انه بس لما اكون حبله ولما اولادي يكونوا كتير صغار بجيب كل شيء اورجانيك على البيت، يعني من ايام بيلي وألا وهلا نيثان. لكن حتى لما انتم بدكم تاكلوا اشياء اورجانيك انا بقول لكم شو لازم على القليله تاكلوا اورجانيك: البيض، الحليب، واللحمه. لو هي اغلى كلوا من هول الاشياء اقل بس يكونوا اورجانيك. عرفتوا شو قصدي؟ يعني كل شيء من مشتقات الحيوان فضل انه يكون اورجانيك اكثر من الخضره والفواكه، لانه الحيوان حتى بيكون عم بيعطوه انتيبيوتيك، حتى الحيوان ما يكون عم بياكل اشياء عم بيعطوه ابر وبلا بلا 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 بلا. سو اورجانيك از بيتر. كل شيء من يعني اجبان البان كله، حليب لحمه بلا بلا بلا، كله اورجانيك، والباقي فيكم تشتروه مش اورجانيك. اوكي بعد في عنا بس اخر سؤال يمكن لانه صارت ساعه واحدة. I love you all so much. بس أنا تعبيلي. كم عمرك جوال؟ 44. 1 2 3 4. كم عمرك؟ 44. When show us Nathan. بتمنى فرجيكم Nathan. بتمنى إن شاء الله لما تعرفوا بعد ما خلصت أنا مع أوراق Nathan. بعدنا عن جد عم نتعذب. بس لو شو ما صار معي أنا كرمال Nathan ما بقول لا. بدي أقول لكم شيء. أوقات كون هيك قاعدة لحالي عم فكر أنا قدي بحبه لنيثن، كون عم فكر أنا قدي بحبه لنيثن. and I swear to God وحياة ولادي وحياة ألا وبيلي، مرة فكرت بهالطريقة عم بحلفكم بألا وبيلي وحياة نيثن وألا وبيلي كمان. مرة قاعدة عم بقول أنه بتعرفوا شو، أنا لا سمح الله لا سمح الله، بس أنا أو أفكر بالأسوأ إشي كتير سيئة. أكيد كلنا بنقعد نفكر بإشي سيئة أوقات، بقول يا الله أنا إذا مثلاً جبرت إنه شو أفضل لي؟ إنه حدا يجي ياخد مني نيثن، أم مثلاً أنا أقطع إيدي وإجري؟ لا بقطع إيدي وإجري، سوات بصير جوزي بجرني بجرني على الكرسي، بقطع إيدي وإجري ونيثن يضل حد عليه، بضل نقدر بوسه وشوفه. سو أوقات يجيني إشي وتخيلها قد ما بخاف عليه وقد ما مني مصدق إنه أنا عندي إياه، بصير يجيني يعني أسوأ الأشياء. لما كان هو صغير I swear كنت أقول إذا حدا بده ييني برهن له قدي بحبه لابني، سوري إنه بدي أقول شيء كتير بشع، إنه يعني بيكل بيكل كاكا تبعه. إذا حدا بده يصدقني أنا قديش هيدا طالع من قلبي ومن من دمي ومن روحي ومن كل أحاسيسي، وأنا قديش بشكر الله عليه، ما فيكم تتخيلوا أنتو. انتوا اكيد ما عم تقدروا تتخيلوا. وانا بدي اقول لكم شغله، تعرفوا انه انا هلا عم نحكي عن التبني، بس انا ما بحس انه انا متبنيته، يعني هذا الشيء كانه هذا السبجكت بنحكي عنه. بس انا من نهار اللي رحت اخذته لنيثن خلص هيدا صار كانه من لحمي ودمي. ومن اسبوعين التقيت بست، هلا سوري نسيت شو اسمها،
او ماي جاد مثلي طلعت، ما بصدق ايش قد جوال. انت عن جد يعني ملهمتي، ما بتصدق انه انت من بعد شهر ما تبنيت بنت، انت تبنيت نيثن وهي عندها صبع عمره 9 سنين وهي مخلفته لابنها، ما بتصدقوا. كنت عم تفسر لي قصتها، انا عم بقول لها اي سوير انا نفس الشيء. انا شفته مرتين لنيثن